هاي ملك، هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ مشكور الله. شو عامل اليوم؟ اليوم عملنا سبيشال انجريدينتس. مثل ما بتعرفي على طول نحن بننبش على الانجريدينتس اللي هن بيعتبروا باور فود، سوبر فود، انرجي فيجيتابلز. بتفيد اليوم عندنا جزر. اوكي. ولما قالوا جزر باول نظر، وفعلا مزبوط جزر باول نظر، لانه بقلبه انجريدينتس كثير مهم، مادة كثير مهمة اللي هي البي كاروتين مع الفيتامين اي، عالي كثير بالفيتامين اي اللي بيخلي اللي هو اساس النظر يقوى اكثر بالليل، يعني بيخلي نشاط النظر. لذلك الجزر كثير مهم، اما هالفيتامين اي كثير مهم بجسم الام لما تكون حامل. مزبوط. فبيطلع مأكد الولد ما عنده مشاكل بالنظر، خصوصا بالنظر بالليل اللي هو لانه هو الكاروتين، بيتا كاروتين من الفيتامين اي بيقوي هالشغله. اليوم حنعمل وصفات بجزر سهله خفيفه ما كثير معقده، شخص فيه يعملها حتى عنده بالبيت بكل سهوله. حنعمل شوربه بالجزر مع توم بالشوكولا، حنعمل جزر حلوى اللي هي نحن بنعرفها جزريه بس هيدي ماخوذه اصلا من الهند وباكستان، بس هي الاساس تبعها جاي من ايران. اوكي. من امبراطوريه معينه كانت موجوده قبل الموغل امباير، يعني موجوده من عنده انتقلت. حنعمل كارت كيك لكل العالم بتعرفه وبتحبه وبحبوه. فهودي هن مبدئيا. اوكي. فهلا حنبلش بالحلوى، جزر الحلوى مثل ما بنعرف نحن جزريه. في ناس بيعملوها مع حليب، هنا بنعملها حليب، في ناس بيعملوها بس مع مي وسكر لتصير حلوى، حنعملها نحن مع حليب. بس شايف انا تفاجأت انه الجزريه جايه من الهند وباكستان وايران. الاصل من ايران راحي. اكيد هذه ريسيرش عم نشوفها نحن اونلاين، ممكن هذه معلومات موجوده هلا بس يمكن بكره بيطلع معلومات ثانيه، لهلا هذا هو الموجود. انا افتكرتها من بلاد الشام. ايه لانه انتقلت بعدين انتقلت بعدين بالتجاره. اوكي. بس ما بنعرف.